إلى ولاية باجة، حيث أعلنت البلدية عن اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا من خلال منع الدخول إلى جميع المقرات الحكومية دون وضع كمامة وتقيد المحلات والفضاء التجارية بالبروتوكول الصحي. اليوم خليت بلدية باجة رغم أنه الوضع نأكد أنه باقي مطمئن قياسا ببرشا جهات أخرى، ولكن الوضع يدعو للحذر. احنا بلدية باجة كالعادة تأخذ مسؤولياتها وباش تكون موجودة على الميدان. اليوم وقع إقرار عبر بلاغات إجبارية وضع الكمامات في المقرات البلدية وفي المقرات الراجعة إلى كل المؤسسات خاصة أو عامة تابعة لبلدية معناها لبلدية باجة، باش تكون زادة معناها إجراءات صارمة في فرض التباعد بين المواطنين، وزادة ثم برامج تحسيسية قاعدة تقوم بها بلدية باجة وحملات لتعقيم الساحات والأماكن تواجد المواطنين بكثافة. البرنامج هذا يحضر إن شاء الله يبدأ تطبيقه بداية من يوم غد، وبتو يقع مدكم به كل بالإبن.